السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، اليوم هنقوم بتحضير طاجين باللحم المفروم، بطاطس والبازلاء. هذا الغرض سنحتاج إلى لحم مفروم، بطاطس، بازلاء، توابل. أنا عندي هنا كمون، زنجبيل، كركم، بابريكا، ملون غذائي. عندي أيضا ملح، زيت زيتون، قزبر وبقدونس. أنا قطعته مرتين، أنا راح أتبل في الأول اللحم المفروم والثاني سيكون لتحضير الطاجين. نكمل بقية المقادير: الطماطم مقطعة، بصل مقطع، ليمون مرقد، ثوم مرتين. بطبيعة الحال نحتاج إلى الطاجين. أول شيء نقوم بتتبيل اللحم المفروم، نحط قزبر وبقدونس، شوية ملح، زيت زيتون، شوية كمون، نحط زنجبيل، شوية ملون غذائي، كركم، شوية بابريكا. ما حطيتش إبزار أسود لأن عندي البابريكا فيها الحار والإبزار الأسود. ملعقة ثوم ونخلط الكل جيدا. بعد أن شكلنا كويرات اللحم المفروم نقوم بوضعها في الطاجين. بعد أن وضعنا كريات اللحم المفروم نبدأ بوضع البطاطس. بعد أن وضعنا البطاطس نقوم بوضع البصل هكذا بشكل عشوائي. طماطم، كزبر، بقدونس، ثوم، حط ليمون مرقد من فوق، ممكن إضافة الزيتون بالنسبة للناس اللي تحبه. بعد ذلك نقوم بوضع البازلاء. بعد ما كملت من ترتيب الخضر في الطاجين بهذا الشكل، دمجت هنا
توابل مع شوية ماء، نكتفي بهذا القدر من الماء ونفرغه، نفرغ التوابل، وبعد ذلك نقوم بزيادة شوية زيت زيتون من الفوق. أنا أفضل دائما زيت الزيتون في الطبخ لأنها صحية أكثر. بهذا الشكل يكون الطاجين قد أصبح جاهزا، نضعه فوق النار لمدة تقريبا أظن نصف ساعة على نار هادئة. الآن صار الطاجين جاهز، نضعه على نار متوسطة لمدة نصف ساعة حتى 45 دقيقة، لأن اللحم المفروم والبطاطس ما تاخدش معانا وقت كتير في الطهي. الطاجين بعد ما صار جاهز يكون هذا شكله. نتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم. شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم دائما الجديد.